لكن في انا 32 سنه على دار دوار حياتي ظلم عليها امك نبقى شهر شهرين ثلاث شهور ونروح ويني فلوسك تخدم على الاول ويني فلوس خفت حاجه في تونس ارخص حاجه فين الحاره راهو ارخص حاجه الحاره ب 2000 هاي اختيني بين مش نبكي هاك تفطر توا اي يا مروب ها ديما تعشق المروب انت تعشق المروب مال الهم مروب الحمد لله عليه انت يدك مروبه وراس اختي قسما بالله هذا شنو ياكلوا ليل نهار صباح عشيه ليل تقومي على المروب ترقدي على المروب ارخص حاجه في تونس ارخص حاجه فين الحاره راهو ارخص حاجه الحاره ب 2000 هاي اختيني بين مش نبكي باش تتاثر معناتها والله هريسه ها هريسه ها هاكا بالومليت وفروماج والله ما فيهاش اختينا بالله توا وقت فطورك تو افطرت تو هذا الصباح يا ربي لا مال علي كعبه مروبه والقايله اش تتغدى؟ لا يا حضر مروبه ما نتغدى حتى هي العاده تعدي وحايد مروب هو عياري 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 هذا هو فطورنا اي والمروب يسمنك على الاقل ولا يسمنك؟ اه هاني سمين ما شاء الله ما شاء الله سمنك سمنين وعرضك عرضين ثاني يا اختي حتى من باب المحطه بتاع الواجهات بالعمل ما حبوش يدخلوا حل السي قيس سعيد يقولوا بالله شوف لنا حل با والله بالرسمي جماعة الواجهات هذوما شوفوا لنا حل. أنت شنو تخدم؟ الواجهات؟ شوف فيه شوف فيه ابن الواجهات. يعطينا رخصة يعطينا حاجة هكا نأمنوا بها حياتنا بالله شباب هكاك ما شاء الله شباب هكا شباب كيفي أنا شباب كيف هذا شباب. هكا ما تعكعكوا في الفلوس ما شاء الله. إيش وخايتي نعكعك؟ هكا ما تعكعكوا في الفلوس نهار. احنا نعكعك. هافن. يتنهد بسم الله. ها اسمع جيت من بنقردين وربي كنت تجيب من بنقردين فلوس مشيت في الصالون شنو اللي تصورهم في النهار تصرفهم في الليله؟ في 20 دينار فلوس نهار كامل تصور 20 دينار؟ لا نعملوا في 150 تبيع راك جينا عليهم في الدار نحلف عليك راك راقد عليهم تحت الوساده اختي يهديك يرحم والديك 20 دينار ها هو فما شوف فيها يا اخي اكثر من 20 جيبهولك مش معناتها انت ماكش مولى الواجيس يا اختي شوفير انا شوف وين اما انا نطلب من سقاي السعيد ينظر لنا الشباب هذايا وكاو والله براس تعبنا برشا لكن في انا 32 سنه على دار دوار حياتي ظلم عليها حلال ولا حرام؟ ناس تعيش ايه وانت تحب تكون دار ودوار ما تحبيش انت؟ لا انا سالفك انت ما تبيع ما تحبش تكون واحد هما 100 الشباب الكل اللي يخدم على الدوار اسالوا تو يقول بالرسمي يا اختي راه وضع ما يشبه لحد شيء عايشين هكاك الى ما تعطيكم تضحكوا وتفدركوا تجيب كل قوت واستنى الموت هذه هي في تونس عندك اكثر من هكا انت توا امك بازرة تشوف فيك ولدها يخدم قد الدنيا بالله اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله امك نبقى شهر شهرين ثلاث شهور ونروح ويني فلوسك تخدم على الاول ويني فلوسك اما راه ب 20000 راه كرت كروت ب 5000 راه دابو ثم بدينار راهي اللي تصرفوا في النهار يجي 20000 واضح اختي الصباح تصرف 5000 والقايل لي 5000 واللي 5000 هذا كرش الكهو يخلي احنا نتكيفوا باكو دخان ب 9000 فرنك ما صبش كارتا باش تسال على طريقك الو بلي اش مازال لي ولا ما كلمش امك ما كلم كيف بعد تقول لهم وين فلوسي نقول لك وين فلوسك هاي هذيا هذيك صار لك بركاج صار لي بركاج وين يعني في المصابين شفت نتعشى في ما يتبع ما يحرمتك تسمى يا ما هيش حرمتي يا بنتي انا نسكن في سوس اصلي من قروان ونسكن في سوس سهلو هز ربي نتاعو كو كيفاه براكوك عاد يحبوا على الفي يحبوا على الفي والله نتبع في المراوب هذا ماشي نتعشى اما مؤخر شويه هي الحكايه نعوضوا نرجع عطيتهم للفينا مش عندي الفين عندي 18% مش نتعشى انا الفين نعطيه ما عادش متي هاي اكثر امجد كبرى وال هذه هي تونس من 2000 فرنك عيش وين 2000 والله لا عندي في جيبي 2000 والله لا في جيبي 2000 نسوى برشا اما اللي غالب الدنيا يعني.